شكرا جميلا للصوت الجميل سير عابدين وعلى هذا الإبداع لواحدة من أجمل الأغنيات السودانية السمحة. شكرا أيضا للرفق راي على البروفيسور الفاتح حسين ولكل شواد بلادي الحبيبة الذين دائما ما يبدعون ويقدمون جميل نغم لتكون هناك إضافات حقيقية وأصوات سودانية جميلة ومميزة ومبدعة تكون إضافة لمكتبة الأغنية السودانية. يمضي التواصل بيننا وبينكم وحنمشي مع بعض مشوار راح يمتد لوين اليوم؟ طيب مشوارنا جزء من حملة البناء يعني في سودان الحبيب يعني، وزي ما عارفين تنظيم الأسواق هو من أصعب أنواع التنظيمات لأنه بيدخلوا فيه وسطة، والوسطة اللي عندهم مصالح كبيرة جدا، لكن برضو ممكن يخدم التجار ويخدم الفريشة لكن بيكون خصم على المواطنين وسكان المنطقة نفسها. الضرر يمكن أن يقع على المواطن، من يستفيد ولما يستفيد وكيف يستفيد؟ وفي النهاية نحن مصلحتنا عاوزين نشوف صورة جميلة جدا في شكل السوق، نشوف أسواقنا كلها تكون صحيح. منظمة. في مبادرة أهلنا في سوق ستة أطلقوها، حنجيب على المبادرة دي واللي أصلا المبادرة دي جات وشنو الأهداف منا وعاوزين نصل شنو، حنجيب معهم في الصورة تماما. وقاعدين معنا اليوم في وهم قاعدين معنا في استوديو صباح الشروق، سعداء انه ينضم الينا الاستاذ عبد الكريم جباري افندي وهو ممثل مبادره فتح الشارع لتنظيم سوق ستة. اهلا بك وصباح الخير. اهلا وسهلا وصباح النور وصباحك يا وطن وصباح الشروق. اهلا وسهلا. المشكله الكبيره معظم الاسواق الصغيره يعني دائما بتكون في احياء السكانيه، وده معظم الاحياء دي لو كانت بتربط المناطق مع بعضها في الوحدة في سوق ستة. أول حاجة لمحة يعني سريعة كده تاريخية للسوق لكل مشاهدينا، بعد ذلك ندخل في تفاصيل المبادرة. شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة أن نطل من خلالها عبر شاشتكم المشاهدة. أولا قبل أن أتكلم عن سوق ستة لابد لزاما أن أتكلم عن الوحدة الوطنية نفسها، يعني هذه المنطقة العريقة الكبيرة اللي امتدت لشكل أكبر وتوسعت مع مرور السنوات والتاريخ. نعم. ميلاد هذه المنطقة كان في العام 71، وبعد ذاك المنطقة يعني نموذج للتعايش، نموذج كبير جدا للتعايش الاجتماعي والتعايش السلمي بين أهالي المنطقة. سودان مصغر، سودان بل مش سودان مصغر يعني، بل المنطقة هي محتاجة لدراسة في تفاصيل كبيرة جدا جدا. المنطقة دي هي المنطقة الوحيدة اللي أي جانب من جانب الخدمات قامت به بالعون الذاتي، اللي هي الخدمات الأساسية. دخلوا الموية بالعون الذاتي، حاليا في ثقافة الثور الوعي الحالي بنسميه الشير، دخلوا الكهرباء بالعون الذاتي، وأيضا السوق ولد في العام 84 بالعون الذاتي. سوق ستة بدأ في العام 84. الوحدة الأساسية هي كانت من أربع مربعات، مربع واحد واثنين وخمسة وستة، ده الأساس. كان أي مربع عنده سوق براو خاص به في واحدة من فسحاته. مجموع هذه الأسواق اتولد سوق ستة، اتسمى سوق ستة لأنه كان مربع ستة هو المربع الأكبر سوق فيه يعني، وهو ليس المربع الأكبر لكن إنما سوق ستة كان هو السوق الأكبر. أيوة، من حيث عدد التجار، من حيث نوع البضاعة، من حيث المسائل دي، فدي الصبغة اللي أخذت سوق ستة. سوق ستة تحديدا في مربعي ثلاثة وأربعة، هي مربعات للخدمات بتاعت المنطقة. في مربع ثلاثة بقع فيه السوق، ومربع أربعة الجانب المنشطي اللي بيضم نشاط المنطقة في الرياضة وفي الثقافة وفي التمازج إلى آخره. بنمتلك أكبر رابطة بتاعت ناشئين كان على مستوى ولاية الخرطوم، فيها 17 فريق لا توجد في أي رابطة على ولاية الخرطوم. وعندنا مصطلح في الميدان ده، عندنا حاجة كان اسمها الأولمبياد. الأولمبياد دي عبارة عن تمازج ثقافي بين أهل المنطقة وسكانها وامتداداتها. يعني كان أي قبيلة موجودة بتيجي تستعرض الرقصات الشعبية بتاعتها وبتعرض التراث بتاعها بشكل رهيب جدا جدا، وكانت مادة إعلامية كبيرة. لكن للأسف النظام البايد غضى على هذه الأشياء يعني، وغضى على إنسان المنطقة حتى يعني. المساحة الموجودة اللي أنا تكلمت عنها الفيال المتنفس الرياضي هي ذاتها أصبحت سوق، هي من ناحيتين، من ناحية شرقية ومن ناحية غربية، الناحيتين أصبحوا سوق. السوق يتوسع، السوق بيضم أي بيمثل مركز
لمنطقة شاسعة كبيرة جدا. يعني الوحدة حصلت لها امتدادات كبيرة ما لا تقل عن 36 أو 37 حي. يعني إذا أنت مسكت الوحدة الأساسية بس عدد سكانها تقريبا يصل للـ 20,000. 20,000 تقريبا. عدد المناطق الامتدت بقت امتدادات للوحدة أضعاف 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 سكان الوحدة الأصليين. وده اللي خلى سوق 6 مركز لكل الأحياء دي. يعني من سوق 6 بتطلع 17 خط بتاع مواصلات داخلية للأحياء المجرد. 17 خط بتاع مواصلات ده بس جوا الوحدة، بس ده داخل الوحدة بس، إذا كانت ركشات ولا إذا كانت حافلات ولا إذا كانت إلى آخره. 17 خط داخل السوق. في شارع رئيسي، ده الشارع بتاع المنطقة الرئيسي، لفترة بتاعت 5 أو 6 سنوات لورا الشارع ذاته أصبح سوق. الشارع ذاته أصبح سوق وأثر على المنطقة سلبا بشكل كبير جدا في الجانب الخدمي، أعاق حركة المواصلات بشكل كبير جدا. يعني العربات كانت بتصل لحد آخر محطة، آخر محطة دي بيعرفوها سكان الوحدة جيدا يعني، لكن الآن الشارع ده مكفول. يعني برجلينك ساكت أنت عشان تتخطى ال 250 متر البيجت سوق دي، بتحتاج لك أقل شيء لعشرة دقائق. يعني أستاذ عبد الكريم، الجوانب دي كلها محتاج مننا تفصيل شوية كده برضه. صحيح. عشان نقف يا حسام. أكيد هنجي نتكلم عنه وعن المبادرة له. لكن قبل ما ندخل للمبادرة نتكلم عن الإشكالية دي والضرر اللي بيقع على هذه المنطقة والمجاورين للسوق والمستفيدين والمضررين من الشارع ده، كلها حنشير لها إن شاء الله. خلينا قبل كده نشوف سوق 6 أخذ يعني رواج كبير جدا، حتى بيجا يعني بيدخل في الأمثال، بيدخل في الدعابة بين الناس، حتى روح الدعابة هي موجودة في السوق. فأنت بترجع الشهرة الكبيرة جدا لسوق 6 لشنو؟ يعني ليه هو واصل لكل الناس؟ بشنو بيميزه عن باقي الأسواق الثانية في ولاية الخرطوم؟ طيب سوق 6 اولا يعد ثاني اكبر سوق من حيث التداول النقدي الموجود في السوق والايرادات، دي مهمه جدا، الايرادات للمحليه. انسان المنطقه ببساطته وبثقافته وبحبه لمنطقته، وهو اصلا زول طرفه وزول ابداع، يعني انسان المنطقه مليء بالمناسبه بالابداعات، هو اللي خلى انه السوق ده يكون في والحاجه الثانيه انه سوق 6 بيتميز بانه في منتجات وفي بضائع ما بتلقاها موجوده الا في سوق 6، وده ظاهر طبعا على الاطلاق يعني في ولايه الخرطوم. يعني كميه من الاشياء ما بتلقاها الا في سوق 6 ده موجوده يعني. ولعل غنات دي ميزه جميله، لعل غنات الشروخ في السابق وسغت لزوله مشهوره جدا اسمها مريم باكومبا في الطريقه بتاعت صنع الاكل اللي اسمها الباكومبا ومجنجر، والزباين العدد الكبير بتاع الزباين البيئة، يعني يمكن عملوا لها توسيخ كبير جدا جدا، وده كان فخر كبير جدا للتنوع بتاع سوق 6 والمميزات بتاع سوق 6 اللي خلته انه يشتهر يعني. طيب استاذ عبد الكريم، يعني في محورين، النقطه الاولى يعني بما انه السوق ده اكتسب اهميته وبقى كبير بمختلف يعني الاحياء تحت الوحده، نتكلم عن إنسان الوحدة ذاته، هل هو إنسان منتج؟ يعني معظم الموجودين في الوحدة هل هم تجار عشان كده السوق ده لقى حجمه ولقى تمدده؟ معظم سكان الوحدة هم ناس بسطاء ومنتجين، يعني منتجين. الأعمال التشغيلية اليدوية اللي بتميز بها إنسان المنطقة هي ظاهرة في السوق، ودي أكسبت السوق شهرة لأنه احتياج الآخرين لها مباشرة. الواحد بيقول لك الحاجة دي ما بتلقاها إلا في سوق 6، بيركب بيجي سوق 6. فالحاجات النادرة هي كلها من إنتاج إنسان المنطقة. يعني ساعد المهن الصغيرة التقليدية في إنها تسوق في سوق 6 وتخدم إنسان المنطقة نفسه. وتخدم إنسان المنطقة نفسه بشكل كبير جدا كمان يعني. جميل. جميل. طيب أنا جانب برضو ما حمشي بعيد من روح الروح الدعابة الكبيرة الموجود، روح المرح والفرح الكبير اللي بيكون. لأن دي واحدة برضو من مكونات الثقافة الكبيرة الموجودة. الشخصيات البارزة دائما أي منطقة أي سوق يكون في شخصيات بارزة، شخصيات كبيرة، زي ما يكون في كبير السوق في شخصيات كبيرة جدا بيكون مشهورة وأسماء بتكون عندها علامات فارغة جدا. هل في شخصيات زي دي في سوق 6 ولا لا؟ نعم ما شاء الله. نحن عندنا أصلا نحن منطقتنا في فترة من الفترات الأولى قبل التأسيس بتاع سوق 6 مرورا بارعين ومبدعين في الجانب الرياضي بتاع كرة القدم تحديدا يعني، وعندنا نجوم يعني، وفي نفس الوقت ناس طرفة وناس مرح.
عندنا مثلا زي صلاح محمد حميدان الشهير بصلاح كشة، لاعب نادي كوبر الشهير، يعني هو من الناس اللي ساهموا في صعود نادي كوبر للدرجة الأولى. عندنا عبد الله جورو لعب في الفريق القومي السوداني، يعني ديل انت ما ممكن تخشك ستة وما تلقاهم، هم موجودين يعني وعلامات دالة للمنطقة وبالنسبة للسوق. وأيضا مقبول النيل، يعني ليه ما التحية وربنا يطعم بالخير، هو الآن خارج البلاد عودا حميدا إن شاء الله، كابتن مقبول في المريخ السوداني، امتداد طبيعي، امتداد طبيعي جدا. ليه ما الآن في هلال مريخ موجودين محمد موسى الضي، سيف تيري، شفناه كمان بيلعبوا محمد موسى الآخر في العصريات، يعني الدافور نحن بنقول عليه يعني. أي نعم، يعني عدد كبير من النجوم رفضتهم المنطقة والمركز إذا حبيت تلاقيه ممكن تلقاه في سوق ستة، لكن ما تلقاه في البيت. طيب طيب كثيرين برضو وظرفاء السوق برضو موجودين. لا موجودين موجودين. طيب أستاذ عبد الكريم، قبل ما نجي للوجهة الثانية لسوق ستة اللي نحن حنتكلم عنه في محاور ثانية، لكن لو برضو أخذنا لبحة عن سوق ستة، لأنه في أول الرياضات الحرة المصارعة الحرة الشعبية والتقليدية كان بشكل يعني مزار لكل السياح في الداخل وفي الخارج، بيندهشوا طبيعة المنطقة وتجانس أهل المنطقة هناك. نتكلم عن سوق ستة كنوع من مظاهر السياحة يعني. أي نعم، سوق ستة طبعا المصارعة هي بدت مبكرا قبل السوق، اللي هي المنطقة الحالية الهسي المساحة الهسي فيها منظمة الدعوة الإسلامية، ده كان ميدان المصارعة. بعدين ما كان فيها صيوانات ولا كان فيه استاد ولا كانت على الهواء الطلق، لأن جزء من ثقافة سكان المنطقة، لأن هي فيها الشكل بتاع تعايش كبير جدا، يعني تحديدا التحية لأهلنا في جنوب كردفان دي ثقافتهم، وأهلنا في جنوب كردفان بيشغلوا حيث كبير جدا من سكان المنطقة الأصليين يعني الموجودين في المنطقة. فواحدة من أدوات أبرزوا ثقافة في عملية المصارعة والتنافس، شادين أهل المنطقة بشكل كبير في الموضوع ده، حتى آخرين خارج المنطقة. وفعليا مؤشر لنجاح الثقافة دي وقوتها اتطورت لحد ما وصلت مرحلة انه هسه حاليا اتبنى لها استاد وبقى عندها رواد وبقى في سواح انه يجوا المنطقة لهذه المصارعة. لكن في المقابل كان الثقافات بتاعت الرقص الشعبي والمسائل دي وئدت بالسوق. بالمناسبة السوق واحد من الحياة الأثر على هذه المسألة، لكن قدر حافظ على المصارعة كمنشط او كمظهر ثقافي موجود الآن يعني. جميل. طيب جبال، قلت انه في كثير جدا من الاشياء اللي خلينا نقول انها هي في الجانب السلبي بقت تاثير كبير جدا، وتاثير هو فيه نوع من الازعاج على اهل المنطقه وعلى السوق، ذكرت اسي ومثلا الثقافات والرقصات الاخرى بقت ما موجوده بالنسبه للسوق او لحاجه معينه في السوق او تمدد السوق. عاوزين نعرف شنو هي الاستفهامات الان الموجوده على السوق عشان ما تجي مبادره لتنظيمه، وسوق بكل هذه الشهرة بكل هذا الصيد بكل هذا الجمال بكل هذه الثقافة بكل الشخصيات بروح المرحة والدعابة اللي فيه بالحركة الاقتصادية اللي فيه، يحتاج الآن إلى مبادرة، والآن أنتم يعني نعم. في هذه المبادرة فورينا شنو هي الاستفهامات. نعم، هي الثقافة الموجودة هي ثقافة المنطقة، ثقافة طيب. أهل المنطقة وليس السوق. نعم، لكن السوق هو الأثر على امتداد هذه الأشياء. السوق أثر على المنطقة من نواحي كبيرة وكثيرة جدا جدا. أولا ناحية الخدمات، يعني الشارع اللي اتقفل ده أعاق عمل، لا تستطيع عربية النفايات إنها تخش، لا تستطيع المواصلات لإنها تصل. الآن معنا صور على الهواء الآن. نعم، تابع الصور. تكلم عقب ونحن تمام. ده الجانب اللي هو الجانب الخدمي، يعني الجانب الخدمي الجانب أعاق حركة المواصلات، يمنع دخول الخدمات، يمنع دخول كل شيء في 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 السوق. طيب. أما الجانب الصحي حدث ولا حرج. ظاهر إنه. حدث ولا حرج. يعني أصبح مظهره من مظاهر التشوهات الكبيرة جدا بالمناسبة. إضافة يعني الفريشة ده بيفرشوا في الأرض بالمناسبة. بيفرشوا في الأرض. الواحد بيكون فارش له وخاتي له. بعدين عددهم كبير. العدد كبير جدا. العدد يتراوح ما بين 2000 إلى 2500. في رقعة جغرافية صغيرة جدا جدا. الواحد بيكون خدت له شوال في الأرض بيفرش فيه خدار على سبيل المثال يعني. صحيح. أول حاجة بيكون قريب من المجرى بتاع تصريف المياه. الحاجة الثانية الشوال ده بيخليه بيمشي البيت. بالليل السوق لما يقفل بتصحر حيوانات يعني كالكلاب وكده بتتبول. بتاني بيجي الصباح في نفس الموضوع بيفرش حاجاته دي. فبتبقى في خطورة إنه إحنا بعد ده بيجينا بنشتري في المرض
وبندخله في بيوتنا. يعني دي مسألة كبيرة جدا جدا. سوق ستة تماما لا توجد فيه عملية بتاع النظافة. المطاعم يعني السوق ذاته ما فيه خدمات، ما فيه خدمات. يعني المطاعم الموجودة كل النفايات بتاعتها بتجي تكبها في الشارع ده، الشارع المقفول ده كل المطاعم. يعني ما في سيفتي تانك، ما في سايفون، ما في تصريف، ما السوق ذاته يفتقد تماما للخدمات، وخصوصا في فصل الخريف مشكلة كبيرة جدا. يعني احيانا بتلقى واحد من الفريشة الموجودين القافلين الممر في يعني اول حاجة الشارع انتهى، والشارع ده كان زلط، الشارع ده انتهى تماما بفعل الفريشة والحفير. الواحد بيكون عنده سرير، بيخط السرير وبيعمل له ركوبة، فيه احذية وفيه فواكه وفيه خضروات وفيه لحوم والى اخره داخل مويه المطر. طيب لكن السؤال، احنا الان الصورة واضحة تماما للمشاهد، الصورة وصلت بكل تأكيد. خلصت الجانب الاخطر. جانب الامني. طيب اتفضل عشان برضو نفصل فيه. تفضل. الجانب الامني من اخطر الجوانب برضو، الأسرة مؤثرة جدا في السوق على المارة، على اهل المنطقة، في عمليات بتاعت خطف صحيح، وبل وصلت حد القتل. المسهرة الثالث العشوائية الموجودة في السوق. يعني احيانا اصحاب المغالق، اصحاب المغالق بيساهموا ذاته في قفل الطريق، انه بكبوا الرملة والخيرسانة والطوب في حدود لدرجة انها بتأثر في حركة المارة. يعني وإضافة لكل المسائل دي، يعني الليلة لو مشيتوا مستشفى البان جديد سجلتوا حالات الربو بتاعت سكان المنطقة بتلقوا سببها تأثير الجانب. أي لو حاولتوا تمشوا قسم الشرطة وتسجلوا حالات الجريمة والبلاغات الموجودة من قتل ونهب وسرقة وضرب بتلقوها من تأثير الشارع. طيب أستاذ عبد الكريم، إحنا بس هنجي في محاور تانية فيما يخص الأمن وفيما يخص البيئة الصحية، لكن لو تكلمنا بحجم السوق ده وكبر السوق وانتشاره الواسع، هل غايبة ثقافة التشييد يعني البنية التحتية، سلفة الطريق بالتعاون التجاري؟ يعني الحاجة دي ممكن تسهل لنا في كثير جدا من الحلول. يعني شايفين الآن الأثار السلبية دي ممكن تتشال بسبب بيكون الدعم من قبل التجار، ما في مبادرات زي دول اصلا الثقافه مخفيه تماما. لا هو نحن يعني ثقافه النظام البائد الارسال هنا حول السوق لمركز بتاع جبايه دون اي عائد بتاع خدمات لا للسوق ولا لانسان المنطقه. يعني دي ساهم فيها النظام البائد بواسطه الحكم المحلي الموجود. يعني حتى الفريش اللي انا بقولهم ليك ديل هم قاعدين بفهم، يعني بيقطعوا ايصالات. يعني المحلية كان بتشيل جباية منهم، يعني أدتهم الحق إنهم يقعدوا، ما هم بيفتشوا لقمة العيش الحلال بحاول إنه يفتش، لكن أنا أقصد التنظيم من قبل التجار. السوق الكبير ده محتاج لتنظيم من قبل التجار نفسهم. نعم. فهل في مبادرات الآن حتى إنه الكثير المظاهر السالبة شفناها دي تتلاشى تماما؟ والله الآن 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 يعني بالحراك بتاعنا، أو خليني في النقطة دي أحيي لجان المقاومة أينما كانوا في السودان، وأخص بالتحية مركزية الوحدة. يعني هم بادروا المبادرة الأولى في فتح الشارع على أساس أنه يكون في عملية بتاع التنظيم كبيرة بالتعاون مع التجار، بالتعاون مع التجار الموجودين في السوق. ولكن العملية لم تتم نتيجة للآليات أو الطريقة اللي هم استخدموها. هنا ولدت هذه المبادرة. المبادرة اتولدت يعني أنه لا بد من أنه الشارع ده يفتح، ولا بد من أنه السوق يتنظم شينا ما بينا، وبقت إرادة بتاعت إنسان المنطقة في الأول. يعني بقت إرادة بتاعت، لأنه الضرر الواقع على إنسان المنطقة أكبر بكثير جدا من الضرر أكبر بكل تأكيد من الضرر الواقع على التاجر. بالمناسبة قد يكون في كثير جدا من التجار عندهم مصالح في المسألة دي دون النظر للجانب الثاني. بالتأكيد إنه الموجودين في الشارع دين هم شرائح ضعيفة، شرائح ضعيفة، وجزء كبير جدا منهم أمهاتنا وخالاتنا اللي بيفرشوا التسالي والفول والشاي على سنه يسترزقوا ويعيشوا بلقمة الحلال. لكن الموضوع ده محتاج لتغنين ومحتاج لتنظيم. طيب فكرتكم شو في المبادرة؟ شكل المعالجات اللي انتم خاطينها، التخطيط بتاعكم، شكل الآلية اللي حتعملوا عليها؟ اولا الآلية يعني لا نستطيع ان نعمل العمل ده بالجهد الشعبي لوحده الا مع الجهات الرسميه، صحيح، مع السلطه التنفيذيه الموجوده. في تواصل الان دي غنعت. ايوه نعم نعم، تم تواصل وتمت معارك وتمت حاجات كثيره، وفي النهايه قدمنا لهم خطه متكامله الاساس فيها هو فتح الشارع. طيب لانه سوق سته فيه خلل كبير جدا في التوصيلات الكهربائيه، ويتعرض لحريق 3 مرات. الثلاثة مرات اللي تعرض للحريق فيها
لا تستطيع عربية المطاف أن تدخل. تدخل. يعني دي واحدة من المشاكل المفترض يعلمها التجار. يعني كان الضرر عليهم أكبر نتيجة لعدم التنظيم بتاع السوق. سوق ستة الآن بؤرة للنفايات بسبب عدم استطاعة عربات النفايات أن تدخل. لأنه الشارع قافل. سوق ستة الآن يعني حتى الخريج بيأثر فيه تأثير كبير جدا جدا لأنه ما فيه مصارف. ما في مصارف بتعد لمياه الأمطار دي عشان تصرف السوق برضو ضرر كبير جدا على التجار وعلى أهل المنطقة. فإن طلبنا من إنه الأساس هو فتح الشارع لانسياب الخدمات ثم تنظيم السوق. تنظيم السوق ده بيبدأ بالإنارة. سوق ستة ما فيه إنارة عشان نقدر نمنع الجريمة. بالضبط. يعني ما فيه إنارة خالص بالمناسبة. يعني سوق ستة فيه عملنا مشروع متكامل للإنارة بالنسبة لعملية السوق. ويلزم كل صاحب محل إنه قدام تكون فيه سلة مهملات أو سلة نفايات على أساس إنه نقدر ننظمها ونقدر نفرغها في السلة الكبيرة وتسهل يسهل النقل بتاعه عشان نخلي الشارع نظيف. نحول السوق لأرضيات بتاعت انترلوك لا توجد فيه بناء تحتية أصلا. أصلا السوق لا توجد فيه بناء تحتية ولا توجد فيه خدمات على الإطلاق. إضافة لتنظيم المواقف لأنه الركشات عددها كبير جدا جدا في السوق. هو واحد من المظاهر المشوهة. بالطبع. واحد من المظاهر اللي شوهت شكل السوق وشوهت شكل الحركة. ده عبء إضافي لقفل الشارع. يعني الركشات الآن هي زادة بتقف في الشارع. هي زادة بتقفل الشارع. بالطبع. عشان تقوم تشحن الركاب. تنظيم المواقف الموجودة السوق لسهولة حركتها وتخفيف الضغط على السوق. عشان يكون في متنفسات. أيضا من ضمن الخطة بتاعتنا في ممرات ومسارات لحركة المواصلات. إذا كانت المواصلات العامة حافلات بصات ركشات في الرؤية بتاعتنا موجودة. وبعد ذلك عشان نقدر للصرف الصحي عملية الصرف الصحي. ويمكن في الخطة مشينا أبعد من ذلك إنه يكون في قسم شرطة خاص بسوق ستة لأنه سوق كبير. بالضبط. ومعدل الجريمة فيه كبير. إنه يكون في مركز بتاع شرطة خاص بتاع سوق ستة بس. وقابلنا السلطات التنفيذية بالخطة دي ومشكورة. الآن كل أمورنا مشت وآخر قرار صدر عن والي الخرطوم في إطار حملة تنظيم الأسواق. والمفارقة إنه تنظيم سوق ستة جاء بإرادة شعبية عكس الأسواق الثانية اللي فتحت. ديك ما بإرادة شعبية, ديك بإرادة برنامج الحكومة أو تنظيم الحكومة. لكن نحن دي إرادتنا إنه حدارين السوق ده يتنظم. والموعد إن شاء الله يوم الخميس 27/8 ده التدشين ضربة البداية الأولى لفتح الشارع وبعد ده بداية تنظيم السوق. طيب جميل. يعني الأساس كان أصلاً لما تم إنشاء سوق ستة أصلاً ما كان في تخطيط واضح للبنية التحتية زي الأسواق الموجودة نعم. الآن نعم. في كل المناطق يعني. لكن لو تكلمنا الجهد اللي بتقوم بده كله أنتوا كلجان مقاومة كسكان الوحدة وسوق ستة برضو, لو ما كان في وعي حقيقي من قبل المواطن نفسه من قبل التاجر كل الحياة دي بتكون مرحلية فقط ما بتكون دائمة. صحيح. فكيف انتوا بتأصلوا من خلال المبادرة انه الحاجة دي تكون دائمة تكون ثقافة عند التجار نفسهم والمواطنين يكونوا يساعدوا برضو في حالة المشاكل دي؟ ممتاز. صحيح. ده, 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 ده كلام موضوعي وسليم جدا وسؤال في محله. المبادرة دي في فتح الشارع وتنظيم السوق وحدت كل إنسان المنطقة والسوق معا. يعني الآن اللجنة بتاعت السوق الحالية الموجودة عندها إرادة وعزيمة قوية جدا لفتح الشارع وتنظيم السوق. سكان المنطقة عندهم إرادة كبيرة جدا وعزيمة لتنظيم السوق والمحافظة على ذلك. مركزية الوحدة اللي بتمثل لجان المقاومة عندها إرادة كبيرة جدا لفتح الشارع وتنظيم السوق لأنه الضرر بالمناسبة واقع على المنطقة ككل. الضرر واقع للكل لأنه السوق حق الجميع. صح هو واقع في المنطقة لكن السوق للجميع. كل الناس دي بتجي وبتتسوق فيه وبتستفيد منه وشايف التشوهات وشايف عدم التنظيم وشايف الخدمة المتردية. كل الاتجاهات المعنية بسوق ستة حتى السلطة التنفيذية نفسها متضررة. حتى يعني حتى الجهة الأمنية ذاتها متضررة من الموضوع ده. لأنه عشان معدل الجريمة يقل بالنسبة للسلطات الأمنية محتاجين لتنظيم السوق عشان يساعد الصحة النفايات وغيره وغيره. دي الحاجة الوحيدة بالمناسبة اللي وحدتنا كلنا بإرادة وعزيمة كبيرة جدا جدا. ونجحت المبادرة بالمناسبة في إنها توصل الرسالة الكبيرة لكل الناس وبثبات وبغيرة شديدة جدا جدا للمنطقة. نعم. وانحيازا لتنظيم الأسواق. الخميس ضربة البداية. الخميس ضربة البداية إن شاء الله يوم 27 بقرار من سعادة الوالي أيمن نمر.
الموضوع ده فضفاض جدا يعني. إن شاء الله من خلال مبادرة برضو نشوف يوم الخميس ما بعد الخميس لو كان عندنا تواصلات أخرى معاكم بإذن الله تعالى. إحنا مقدرين جدا على جهدكم أنتوا اللي بتقدموه, وده جزء من عملية البناء اللي بتبدأ من الإنسان نفسه عشان تأصل صحيح. عملية البناء اللي بتكون في السودان يا حسن. أكيد خلينا نترك المجال للكلمة أخيرة, لأنه برضو إحنا عندنا مجموعة من الرسائل يمكن أن تذهب يعني كل الأسواق. نتمنى إن تمشي, أعتقد أنه سوق ستة هو حالة وتكون حالة مشابهة لكثير جدا من الأسواق فيها ذات الإشكالية أو إشكالية تشابه, ما كانت زيها بتكون أسوأ. أنا متأكد جدا في السودان بنعاني من حاشية تنظيمية كثير جدا. فنترك لكم المجال لرسالة أخيرة لكم ولكل الناس المشبكين معكم وللأسواق الأخرى. الرسالة الأولى للسلطات التنفيذية, نتمنى أن تكون عند قدر وعدها, لأنه لا نستطيع أن ننظم ونفتح السوق بدونكم يعني, وهذه إرادة مشتركة بيناتنا يعني نعم. احنا اتفقنا عليها. الرسالة الثانية لإنسان المنطقة, نحن بتعاضدنا وبتكاتفنا وبحدتنا بنكون سند شعبي أصيل عشان نقدر ننهض بمنطقتنا وعشان نقدر ننظم سوقنا ونقدر نفخر بوطننا نحن بنحلم به في جمال في غاية الجمال والنظافة, ونساهم في بناء دولة القانون. الرسالة الأخيرة لمركزية الوحدة ولجان المقاومة, انتوا صمام أمان الثورة والنهضة والمراقبة, وعينكم خلوها مفتحة لبناء الوطن وإنسان المنطقة. احنا مقدرين جدا أستاذ عبد الكريم أفندي ممثل مبادرة فتح سوق ستة على الإشارات اللي قدمتها خلال صباح الشروق. إن شاء الله نلتقيكم والمبادرة تسوق كده وتلقى حقها ونصيبه, وكمان تلقى التعاون من قبل أهل المنطقة. كتر خيرك. شكرا جزيلا. كتر خيركم. شكرا جزيلا.